دي لا يمكن ان يكون الخامه اغلى من المنتج. فبالتالي اذا رفعنا سعر البنجر الطن 75 جنيه والقصب 95 جنيه والسعر العالمي يجي في اسكندريه بلك يعني عارف يعني مش يعني موجود في المركب على 9200 عشان يدخل يبقى 10200 وانا اقول السعر 8 جنيه ونص يبقى انا بهدر قيمه السلعه واهدار قيمه السلعه لا يمكن الحفاظ عليها فحتى احافظ عليها واتيحها للمواطن في اقل سعر موجود في جمهوريه مصر العربيه كان القرار لابد من 1/1/2022 ان يكون سعر كيلو السكر في منافس توزيع وزارة التموين وجمعيتي والبقالين التموين ب10 جنيه ونص وده هدية من وزارة التموين لكم وكل عام وأنتم طيبين.